شعبي عارم اجتاح قرى وبلدات البحرين بعد إعلان النفير العام في البلاد عشية محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. يضاف لذلك تحذيرات القوى الثورية والمرجعيات الدينية لنظام عائلة آل خليفة من مغبة إصدار أي حكم جائر بحق سماحة الشيخ. ذلك الغضب ترجمته التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مناطق البلاد ونفذت خلالها المجموعات الثورية عمليات احتجاج ميدانية بقطع الشوارع بالإطارات المشتعلة، فيما اندلعت اشتباكات وصفت بالشديدة مع المرتزقة الخليفيين الذين يتمركزون في محيط البلدات والذين لا يجدون سوى قمع الاحتجاجات خدمة لأسيادهم الخليفيين. وفي هذا الخضم بدت عائلة آل خليفة التي تمتلك مختلف أسباب القوة مرعوبة أمام هذا الشعب الأعزل. اتطوقت محيط المحكمة بالآليات العسكرية فيما شددت من حصارها على بلدة الدراز معقل الشيخ، لكنها وفي نهاية المطاف تراجعت إذ أعلنت محكمتها القرقوشية تأجيل النطق بالحكم بحق الشيخ إلى يوم 21 من شهر مايو الجاري. لا عدول عن المطالب أبدا، لا سقف لتضحياتنا، لن تفترق صفوف المقاومة. قرار عكس حالة الارتباك التي تعتري عائلة آل خليفة وضعفها وهوانها من جهة، وبين من جهة أخرى مدى قوة هذا الشعب بفضل صموده وإيمانه وتوحده وإصراره على الحضور في الساحات برغم القمع الخليفي الوحشي. وبانتظار يوم المحاكمة المقبل فإن الحراك الثوري سيتصاعد، ولن تتمكن عائلة آل خليفة من الوقوف بوجه المد الجماهيري الهادر الذي سيجبر الخليفيين على الرضوخ لإرادة الشعب وعدم ارتكاب أي حماقة لن تعجل إلا في سقوطهم المحتوم.